الخبر الاول اللي عدنا عن انس الشايب وصول قناته باليوتيوب ل 8 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك واخبار 10 مليون يا رب. وطبعا تنسوني حبايب انه تباركوا له بالكومنتات على هذا الانجاز. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هم انس واصاله، وليش ما راح ينزلون مقطع اليوم؟ فانس واصاله نزلوا على حساباتهم بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات كانوا يترحمون بها لنا بحكم دبي. طبعا الله يرحمه يا رب ويجعل مثواتنا يا رب، واللي جوا على خلال انه راح ينزل مقطع باكر لان المقطع اليوم متاجل. وطبعا لا تنسوني يا حبايب انه تترحمون على لنا بحكم دبي بالكومنتات. لا اتوقع اغلب اليوتيوبر ما راح ينزلون مقطع لهذا السبب. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو مرسال، فمرسال نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات على خلال انه دي يجهز لنا الاقوى فيديو كليب، صار له فتره طويله قاعد يجهز به، وكل يوم ينزل لنا تسريب انه راح يسوي الفيديو كليب. حط لكم جزء من هذه الستوريات تشوفوها واكتبوا لنا ايش قد متحمسين. انا متحمس كثير وكمان يسرى، بس انه عم اشتغل على شيء كثير كثير يعني هيك حلو وبسيط ومنه ضخم، يعني ضخم بالمونتاج. الخبر الثالث اللي عدنا عن سيد رب يوتيوب وصول حسابها بالانستغرام ل 8 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك واقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني يا حبايب انه تباركوا له بالكومنتات على هذا الانجاز. الخبر الرابع اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وانس الشايب، وهل صارت مشكله بيناتهم او لا؟ انتشرت هذه الاشاعه بعد ما بيسان اسماعيل نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات، وهذه الستوريات كان مبين انه هي حزينه وقاعده تغني اغاني حزينه وتقول تصبحوا على خير. وانس الشايب نزل على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات، كان كاتب بيها: حبايبي بعتذر منكم، راح اغيب عنكم ستوريات الانستغرام 3 ايام وما راح اطلع صور على الستوريات، بدي ارتاح فيهم بس اكيد ما راح اقطع وراح انزل صور على صفحه الانستغرام وشوي ارجع لكم بشغلات قويه. وخاصه انه الاغلب لاحظ انه بيسان اسماعيل وانس الشايب صار لهم اليوم كلهم قاعدين يصورون ويا بعض، فما ادري الصراحه اكتبوا لنا شنو توقعاتكم لهذا الموضوع، ان شاء الله ما يكون لكم شيء بيناتهم. ان شاء الله يرجعنا انس الشايب بسرعه وقت، واكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شنو تتوقعون صاير بيناتهم وادعوا لهم انه يرجعون بسرعه وقت. الخبر الخامس اللي عدنا عن رد محمد جواني على بيسان اسماعيل وامها، فبيسان اسماعيل وامها شوفوا شنو كانوا يقولون على محمد جواني، انه هو ما يقدر يسافر لالمانيا وانه هو مطلوب من هالكلام. اسمعوا كلام اللي كان يحكي معي، انا كان يقول لي انه راجع لالمانيا بهالاسبوعين هيك اخر مره، قال لي اللي مك المحامي ومحامي شاطر ما في شو. طب انا عم بستناه بالمانيا يرجع، انا عم بستناه يرجع ليتجرجر مثل الكلب بالمحاكم. لك الانستغرام صار يطفيه وقت طلبته الشرطه، خافوا يستدلوا على موقعه. لك انا خلي فوت المانيا، خلي فوت المانيا ليتجرجر مثل الكلب. عنده 500 قضيه. هلا انت متصل مشان تحكي لنا انت شو بدك تعمل، ليش عم تجرب مننا كلام؟ شوف والله والله انتوا اللي عم تحكوا، انا حكيت شيء فرد محمد الجواني كان هو عباره عن ستوريات هو دي سافر بها من تركيا لالمانيا وشويه ستوريات من داخل المانيا، واتوقع هواي مقاطع مجهز لنا اياها لالمانيا، فاكتبوا لي حبايب بالكومنتات منو حاليا الكذاب اللي طلع اشاعات محمد الجواني من الصادق. وبس والله وصلنا المقطعات من المقطع عجبكم لا تحطون لايك، تركوا بالقناه لكم فايز زي ما قاتلنا مثل القصص، وبس مع السلامه.